تحية حب وسلام على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية. أكيد مسابقتنا حلوة حتكون ويا عوائلنا العراقية ويا شبابنا. برنامجنا يرهم كلش. هدايانا مقدمة من جمعية الداوود الاستهلاكية، البيع بالتقسيط. خلينا نشوف اليوم من اللي راح يشارك ويانا، من اللي راح يفوز ويانا، ومن اللي راح يحصل الهدية. ابقوا ويانا. وصلنا وياكم لأول فقرة، وهي فقرة تعرف شنو. خلينا نشوف هنا الشباب راح يجاوبونا على أسئلتنا لو لا، وإذا جاوبوا أكيد حياخذون هدية مقدمة من جمعية الداوودية الاستهلاكية، البيع بالتقسيط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ الله يسلمك. زين؟ خير الحمد. شو اسمك؟ مدحت. شو اسمك؟ محمد. أحمد. مرتضى. 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 شو تقول مرتضى؟ عسكري. مبين من شكلك تحب الشناو وهاي السوالف، مو رياضي يعني ان شاء الله. وانت تعال قرب، انت شو مخلي شعرك؟ شو مخلي له؟ مثبت. شو دنك؟ شبيك؟ شو دنك بعد؟ لك فديتك. اوي اوي اوي. تعال تعال. ماشي، نبدا باول سؤال. ما هو اسم ابن الفيل؟ ارنب مو؟ لا طبعا. لا شنو؟ فيله. ها ما اعرف. ما تعرف؟ وانت؟ والله ما اعرف. وانت؟ فدح. اسمه فدح. فدح. اها. ما هو اسم بيت النمل؟ شنو الاسئله هاي؟ ما شاء الله. يلا يلا يلا. بيت ابو نمله. بيت ابو منو؟ بيت ابو نمله. ابو نمله. ماشي، شلونك بالشناب؟ تعال 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 تعال. شو فيك؟ تعال اقف يا عادل. شلونك بالشناو؟ زين زين. ماشي، راح تسابقون على الشناو. اللي يفوز معكم ياخذ الهديه. متفقين؟ ها وين يا مال الشناو؟ ما تقدر؟ لا مو مال الشناو. مو مال الشناو طبعا. ما تقدر؟ لا ما تعال هيك. ها زين، الشناو ايش قد اسوي؟ تقدر لو لا؟ اي مثلا ايش قد تقدر لو لا؟ لا ما اقدر. تقدر انت؟ اوقف. انت خسرت يعني، خذ راحتك. تعال. شلونك انت؟ تقدر الشناو؟ لا مالش. ناو والله. زين، تقمز لي 15 مرة. تقمز لك 15 مرة؟ لا هم ما أقدر. لا عشان ردت. سلامتك. ذبحت نفسك وتدي الشارع. دروح دروح. تعال عمي تعال. وحيد الفريد. تعال وحيد الفريد. شلونك بالش ناو؟ زين. باوع. راح أدخل الشباب وياك. إذا فاز واحد من عندكم ياخذ الهدية، متفقين؟ يعني شلون يفوز؟ العب شناو. أنا راح أحط رقم. هو يسوي قده او اكثر. متفقين؟ متفقين. من يشاركه؟ بالشناو. تعال. بعد واحد اريد. ما شاء الله هذا راح ياكلنك. انتهم بعد واحد اريد اربعه. ها تعال. تعال. يلا. واحد بصف الله عدل. واحد بصف الله عدل. هيك عدل 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 وقفوا عدل عدل. مو هيك هيك شلون وقفوا هيك هيك عدل. يلا بصفه. يلا. اقف صف تعال. يلا. 50 مرة. حلوين؟ اللي يفوز بالخمسين ناخذ الهدية، اوكي؟ ماشي؟ زين، هو السؤال اول شيء خليني اسالهم هم جدد. ما هو اسم ابن الفيل؟ ما اعرف. بتعرف؟ ما هو؟ ما اعرف. بتعرفون؟ زين. ما هو اسم بيت النمل؟ هم ما اعرف. خشمك ايش كبره؟ ابو نملة ما اعرف. ما بتعرف؟ يلا نبدي؟ طلعوا تليفوناتكم، خاف اطق بجيوبتكم. ما تطق؟ ما تكدي، انا مالي دخل، ما مسؤول. واحد. يلا واحد. 50 مرة. واحد. اثنين. يلا. واحد. انزلوا واحد. يلا تحضروا تحضروا. يلا انزل. يلا. يلا. واحد. اثنين. احسبوا لهم انه ياخذ الخمسين. ثلاثة. خمسين. يلا احسب. ترى ده احسب، لا حد يزغل. ها يلا يلا. هات ايش تسوي انت؟ قوم قوم قوم. تعال حبيبي تعال، خلينا نسولف وانك شوية، خلينا نسولف. تعال تعال. انت ايش قاعد تحس من قاعد تلعب هاي اللعبه يعني؟ ركض بيت جرب امشي. هذا الله خمكم. تعال يمي. ها يلا شباب. اي بعد
ابو الاحمر 50 كمل ابو الاحمر استمر كمل كمل 50 وخر تعال وقف همي تعال 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 امي شو اسمك؟ الساعة 10 تعال هم امي تعال امي هنا تعال شو اسمك؟ مرتضى شو اسمك انت؟ سعد سعد ومرتضى من الفاز سعد لو مرتضى؟ ابو الاحمراني غير هذا ابو الاحمر تعال امي مرتضى انت فزت ويانا بهدية مقدمة من جمعية الداوود الاستهلاكية البيع بالتقسيط طبعا هاي الهدية مو لك هاي البيت توديها تفضل هاك هاي الهدية هاي الهدية مقدمة من جمعية الداوودي الاستهلاكية شو تحب تقول قناة سامرة الفضائية شكرا جزيلا واللهم ربي يبارك بكم ويكثر من هذه الأمثال الطيبة إن شاء الله واللهم ربي يحفظكم شكرا جزيلا تعبت مو؟ اي والله تعبت كلش مو؟ صلي وما داق شنو بالعافية عليك قاضينا بس مو داهمات انت خسرت لكن ان شاء الله من نقول خساره شنو رايك بالمسابقه اليوم لا حلوه تخبط عجبتك اي والله روح هسه قبل الحمام قبل عسيده وعدل شو تسوي عسيده وعدل الحمام سيته يعني شنو قبل بشي اذكرك يعني اي هاي شكرا جزيلا حياك الله مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم يا عوالنا العراقيه شبابنا واكيد برنامجنا يرهم كلش خلينا نشوف باقي الشباب اليوم راح يشاركون بالمسابقة وبالأسئلة وأكيد كل العوائل اليوم يفوزون يعني وكل الشباب راح يفوزون يعني اليوم تواجدنا في متنزهات الزوراء بقيانا مشاهدين الكرام تشوفون اليوم الشباب متونسين فرحانين ايش راح أسوي فيهم ألعب ومشناوي لأخذ نعفل شناوي اليوم شوية نسألهم أول شيء بأسئلتنا وبعدين اللي راح يجاوب راح نطيفة لعبة حلوة السلام عليكم سلام الله شو اسمك خالد خالد مروان مروان كرار 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 نور انت كردي؟ لا انت كردي؟ لا تركماني تركماني؟ ايه صديقك واقف لي وراي حسد يسلك اياها هيانا ماشي السؤال ما هو اسم ابن الفيل؟ ما اعرف ما اعرف ما اعرف لا اسف فيل يلا بسرعه لا بتعرف؟ زين ما هو اسم بيت النمل؟ ما اعرف تعرف؟ وانت؟ ما اعرف تعرف؟ وانت؟ بالضبط لا ما اعرف اي تشوفون هذا البيبسي؟ تشوفه؟ تنام على بطنك وتفتح القوطية وتشرب بيها تنام على بطنك ها؟ خلي واحد ياخذ قوطيتين كل واحد اللي نام على بطنه يشرب القوطيتين ما اكو فشي يلا لابسين ابيض شلون خليك العلاقه زين ماشي شناوي شلونك بالشناوي زين مو زين والله بوسط كل زين بالشناوي كلش انت لا مين احتاج ما شاء الله رياضي بس خاف اول واحد يطلع ها هي ماشي اعطيني اربع قواطر بيبسي بسرعه قنبص بالقاع اقعد واحدة اثنين طيني الزم طيني اقعد انت طيني لو الزم عندكم 50 ثانية انت وانت اقعد انت خليكم واقفين انت وانت عندكم 50 ثانية اسرع واحد يخلصها من هو واحد اثنين ثلاثة يلا يلا 50 ثانية يلا 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 بسرعة بسرعة راح نفحص القواطي بعد القطية ترى حسب حسابك بسرعة يلا اقعد اقعد كمل 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 بسرعة 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 يلا اها كمل أربعة تخسر تخسر اطلع اطلع عفوا بسرعة 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 ادري معدل او شنو هاي يلا بسرعة يلا يلا لا توقع 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 توقع
يلا بسرعة بسرعة بسرعة. عوافي 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 عوافي. يلا 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 صفقونا حيل. تعال تعال ارتاح 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 ارتاح. انا اخوكم شكرا. حي الله. اعطيني هدية. اعطيني هدية. وهاي هدية مقدمة من جمعية الداودي الاستهلاكية البيع بالتقسيط. تفضل. شو تحب تقول قناة سامرة الفضائية؟ اشكر قناة سامرة. احكي بالتركماني احكي بعربي بكيفك. شوف ممنونم تسامرة قناتنا بس كاركتان قال مش ان شاء الله زورة ضايق يبقين قطم دول قطب يبسيدان قارنوا من ممنا شيء كده بدا بالبرم تجي قطب بس بدا بالبرم. خم ما حشت علينا. لا 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 اخواكي اخواني ايمن خم ما حشت علينا. احيي اهلي وعمامي وخوالي بكركوك ان شاء الله واشكر اهل بغداد الطيبين والحلوين. حبيبي قلبي شكرا جزيلا. حياتي. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين ويا العوائل العراقية ويا شبابنا واكيد وصلنا لكم الى الفقرة الثانية وهي فقرة ليش سموا ابقوا وياي خلينا نشرب بيبسي. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ يا مرحبا شو اخبارك؟ والله على الحمد لله. زين؟ السلام عليكم. خشمك ايش كبرت تضايع بين القبائل؟ اوقف هنا. عافية. اها شلون اختي؟ ايش تضحكين علي؟ مو اخوش هو؟ ابن خالي. على ابن خالي؟ ايش راح اسوي بيك هسه؟ شلونك؟ الحمد لله. يا صفتي؟ خالص. اعدادي. شلونك اختي؟ الحمد لله. ارجع لك الاقرع. ماشي. نبدي باول سؤال. اللي ما راح اجاوب على اسئلتنا او بلشناو مو انت؟ او بلشناو؟ لا. تعرف تغني؟ اها. صار. لماذا سميت منطقة الصرافية بهذا الاسم؟ يعني نسبة إلى جسر الصرافية؟ شلون؟ نسبة إلى جسر الصرافية أو هيك شيء؟ بعد شوية. بعد شوية. دوروا في الإنترنت. جوز يعني لأنه يعني هيك شيء. لا يعني شنو يعني هيك شيء؟ نسبة شاعر رصافي. شاعر رصافي؟ معروف رصافي. شاعر عم ثنابي راح يعزل من وراك. اي احسن. اها شو تقولي؟ ما اعرف. طالبة خريجة؟ لا بربة بيت. افطر؟ اروح عليهم؟ خلص يوم. تعال. تعال. لك باع الخشم. تعال يمي. يلوق البتربي مو؟ باوع لي. انت الوحيد اللي حتفوزهم. يلا يلا لا تسوي الشيء اللي راح نقول لك عليه لو يخسرون وحرامات يخسرون. يلا هاي متاكد بس, بس على كيفك وياي. على كيفك وياي. ماشي اجيب بس ثاني. لماذا اطلق على الفنانه صباح لقب الشحروره؟ هالسؤال مواني 96 تجيب ليش سؤال تعرف له لا يعني انت غصب. انا قاعد مو قاعد. انا وين قاعد؟ قاعد بالشارع. مثل قلبك مخضره ومن العين. انت كم سنه راسم؟ انا؟ إيه؟ لا تقريبا يعني 3 سنين. سنين؟ إيه؟ تعرف شنو الجواب؟ لا لا مش شحرور. لا بس اعتقد ما شحرور ما اعرف هو لقب وهي يعني هذا لقب مطلقون هم شحروره اي اسم ما ادري يعني شنو معنى شحروره بس نسمعها بالتلفزيون شحروره شحروره شنو شحروره ما ادري شريره. طائر هو طير ما ادري. لا ما اعرف. شو تقولي؟ ما اعرف. ما اعرف. بس تطبخين وتمسحين وتكنسين. تعملين على بدن. موظف؟ اي. موظف وين؟ بالدولة. ما لا انا فوزي ما فيها مجال. بالدولة. موظف قبل. موظف قبل. احسن. مو بالدولة. يا قبل. حطيك الهدية وتروح. اي والله احسن. اها شلونك من شنو باشا؟ لا بهاي خليك بعيد. باوع لي ثلاث شباب من عندكم حتلعبون شناو او تلعبون لعبه اعطيكم اياها الواحد من عندكم اللي يفوز ياخذ الهديه متفقين؟ ثلاثه انت والاخ والاخ الاخ. مستحيل مستحيل تخسر يعني؟ ودعني انت ومرتك. ودعني ودعني ودعني. تقرب التيمهم تقرب التيمهم تقرب. مستعد تلعب اللعبه؟
ذب الطفله، ذب الطفله، تعال يمي، تعال اقف بصفي. لا كل عم شنو؟ لا يا ابد. زين صوتك حلو؟ لا ابد ابد. شعر ابد؟ قصيدة ولا شيء؟ أجيب لك ممة؟ أحسن. تريد ممة؟ شغل ياك. متأكد؟ متأكد. تريد ممة لو لا؟ لا. حليب؟ أبد. نيدو؟ شنو؟ سريلاك أحسن. سريلاك أحسن. زين. شنو؟ والله سيف تسويها. والله كلش. شقد؟ 20 حلوة؟ لا. 20؟ لا 10. لا 20؟ لا 10. 20. 20 شنو؟ أنت ويا اللي يفوز معكم ياخذ الهدية. ها 15 بيني وبين؟ لا 20. لا 15 ما تابع فجل. يلا 15 ونحلل 20 ننزل. لا تخسر، عندك وقت. عندي وقت. يلا يلا اوكي يلا انزلوا. انزل ما تريد. من يشارك الولد من الشباب؟ تعال تعال. انت وحظك. لا عاد فدوه الولد شنو يعني؟ متأكد؟ والله ما يحتاج فدوه الولد. واحد انزلوا. ايوه باع الكرش ابويا. واحد افتح يدك حتى يتعب. اها افتح رجليك. يلا انطلق. واحد اثنين ثلاثة. هاي دي سوى نزل ظهرك. اها يلا يلا صفقوا له. ايش بيكم صفقوا له؟ يلا شايف. قوم عمي قوم قوم انت فزت. قوم قوم غير كرشك قام يرقص كرشك. قوم انت قوم. هو قبلك راح سوى العشرين وطلع قبل. تعال قف يمي. تعال تعال. بس اكو شغله لعبت شنو بس كرشك بيروله ليش؟ شو تسوي له؟ زين موضوع كرشك شنو يعني قبل يعني ترقص؟ اي لا والله لا ارقص ولا ابد. زين سبلاك مين فاز انت لو هو؟ شكرا انت لو هو؟ لا انا بدون ما افوزكم انه هو فاز. باوع صفروا لك ما شاء الله. زين ماشي ماشي. احسن رقصه او رقصه انت تحب ترقصها من تروحون المناسبه؟ لا 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 ما ترقص ما ترقص. لا ما اعرف والله يعني شيء. وين الولد؟ ارقص عن الولد. لا بس ما ارقص احسن. انت متزوج؟ الحمد لله. زين من تزوجت انت وزوجتك رقصت سلو؟ ما جربتها. ما جبت سلو؟ لا ما جربت. لا خليك تجربها. لا ما هذه هديه. هديه مقدمه من جمعيه الداوود الاستهلاكيه البيع بالتقسيط. تفضل. شكرا حبيبي. شو تحب تقول قناه سامرة الفضائيه؟ نشكر القناة على هاي المسابقة الحلوة وشاهد منها التوفيق. التوفيق ماشي. انت شو تسوي؟ تروح للجمعية تلقي واحد اسمه ابو يزين وتلقي واحد اسمه عمر وواحد شواربة كبيرة والاخ اشقر تروح عليهم يعطوك هدية. متفقين؟ متفقين. حياك الله مع السلامة. حياكم الله. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم يا عوالنا العراقية ويا شبابنا وبرنامجنا يرهم كلش. اكيد الاجواء كلش حلوة ويا الشباب والعوال في مدينة الزهات الزوراء. خلينا نشوف بعد من العوائل العراقية والشباب بقوايا. بعدنا مستمرين وياكم بفقرة ليش سموه. خلينا نشوف عائلة أخرى اليوم راح يشاركون ويانا حتى يفوزون ويانا بهدايا مقدمة من جمعية الداوود الاستهلاكية البيع بالتقسيط. وأكيد أبو يزن وعمر شدعي عليكم. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ الحمد لله. زين؟ أكيد؟ أكيد. أرجع لك أبو كبشي. شلونك حبيبي؟ على قلبي. شخبارك؟ بخير الحمد لله. شلون شختي؟ الحمد لله. خريجة شنو؟ إعداد. وأنتِ؟ معلمات. المعلمة أنتي؟ لا. آه بعد إن شاء الله سلام عليكم. وأنتي؟ بعد معلمات. ما في تعيينات. الله شعب العراق كلهم متعين. تعال أمي. إيه. خم مضوج؟ لا. قول والله ما ضوج. والله ما ضوج. إيش أسوي لك مضوج؟ إيش؟ أخوك؟ ها؟ أبخات. يعني إيش أسوي لك مضوج؟ إيش؟ أبد. أبد. يعني هذا شعرك منو ممشط لك هيك؟ منو؟ نوم مين خربط؟ خرب. لك تخربط. ها شلون شغلة هاي؟ لك شغلة بعدين باع. حاط كله ونجل. لموا الشمل شوية. اها نبدأ بالأسئلة. ماشي. لماذا سميت منطقة الصرافية بهذا الاسم؟ صرافية ما أعرف. ما تعرف؟ وانت؟ ما أعرف. وما ضجت؟ لا لك باع الخشم شكورة أولي. تعرفين له لا؟
مو بالنسبه للشاعر معروف الرصافي؟ معروف من وين؟ شارع عمرو تنبي من وراهم راح يعزل وراح يعتزل وراح يروح. زين، لماذا اطلقت على الفنانه صباح لقب الشحروره؟ اكو طير صوته حلو، هو طائر شنو؟ طائر الشحرور؟ الله يشحررك. لا ما اعرفه. بلبل؟ اي بلبل. لا قلت لي قوي بلش نامو انزي سوي لي 100. قلت لك مو 100 انزي سوي لي 70. يا سلام 70؟ يلا هلا باوع باوع يلا يلا واحد حسبوا لي. عمي قوم اعطيك اياها والله اعطيك اياها قوم 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 عمي اعطيك اياها تعال 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 انت رياضي؟ ايه يعني ايش تلعب شنو اللعبه تلعبها؟ كمال اجسام تلعب؟ كمال اجسام كمال اجسام لا انت لو قال لي نبدا كمال اجسام نعطيك الهديه وتروح ها؟ ماشي خليني اوقف هنا تعال ابو كبشه تعال قمز لي هنا 15 مره يلا يلا تعال 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 استحي انت مو قلت انا ما استحي ها؟ ما قلت لك ما استحي، قلت لك ما ابوك. ترى بس يلا باع ما حد يباوع عليه، باع كلهم ما حد يباوع. اي كلهم غمضه باع ما عاد اشوف. يلا 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 عسل يلا. مو راح يخسر. ها؟ راح يخسر. لا لا. انت حظهم لو تفوزهم لو يخسرون. شلون اقمص؟ قمص 10 مرات 15 مره. يعني بس ايش اقمص؟ اي قمص قمص. يلا يلا يلا. يلا واحد اثنين ثلاث اي اي هلا. الله تعال تعال وحده من عندكم لو سمعني شعر لو سمعني اغنيه وتاخذون هديه وتروحون واذا ما سمعنا راح تخسرون ها لا عاد مثلا من عندكم تهلهل ها عمي اريد وحده من اللي ورا تهلهل يعني ما حد حيشوفها والكاميرا مو عليها شو تريدين؟ عجوز كان هلهلت عجوز؟ ها حتهلهلين؟ لا ها ايش قلت؟ الولد يهلهل تعرف تهلهل؟ اني لا تعرف؟ زين تعال هنا تعال لو خيروك بين زوجك وامك شنو من تختارين؟ سؤال صعب لا صعب لو خيروك بين زوجك وامك شنو من تختارين؟ ما اقدر سؤال صعب سؤال صعب صعب؟ اي كلش؟ اي نعم كلش اختاري واحد لا صعب ما الزوج هذا خيروش بين زوجك وامك المن تختارين؟ زوجي زوجك؟ ايه اعطيني الهديه روح انكتلي انا مالي دخل ها الهديه مقدمه من جمعيه الداوديه الاستهلاكيه البيع بالتقسيط تفضل شو تحب تقول قناه سمره الفضائيه؟ كلام التالق وظلوا استمراريه بالضحك للشعب والابتسام دائما نجوم امين تعال 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 شو تحب تقول قناه سمر الفضائيه؟ اشكرهم على هاي القناه الحلوه الجميله والفعاليات مالتهم شو ما ضجت؟ لا على شنو؟ اكيد اكيد ابد ابد عافيه تعال شو تحب تقول قناه سمر الفضائيه؟ والله نشكرهم على التعلق وان شاء الله من ازدهار لازدهار تروحون البيت ليش امك راح تطردك؟ ادري يلا شكرا جزيلا حياكم الله مشاهدينا الكرام اكيد وصلنا لكم الى ثالث فقره وهي فقره ميل فويلي شو احسش عصبيه ترى مالي دخلاني والله لا مو عصبيه انت مو عصبيه لا تبي ياصر اول نجحت الثاني اول نجحت للثاني ابتدائي غير متوسط شو انت مقلص وخشمك انفتح عمي هاي طبي برميل لا شنو السالفه لا والله شو اسمك حمزه حمزه بياصر سادس خامس رحت لسادس الجمله مفيده يا حق سادس 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 نجحت للسادس الله باع الرياضي عندكم العربي فول اوكي الاسم بالخير؟ زيد تشتغل زيد؟ سايق شاحنه حياك الله اهلا وسهلا اختي عليا تشتغلين؟ ربة بيت وانتي؟ زهراء على محمد
زهراء اليوم راح تقتلني، راح تموتني قتل. نبدي بيك. اذا طلبت منك زوجتك تثبت حبك لها وتلعب شناو تلعب؟ اكيد العب. العب. عن هي اللعبة، اذا طلبت زوجتك تلعب من عندك تلعب شناو تلعب؟ العب. تفضل. العب لي 10. 6 5 5 كلش كافي، بعد ما اقدر اطق تخسرون. 5 يلا ماشي. يلا. 1 2 3 4 5 قوم. هسه اذا طلب منا زوجك تثبتين حبك له وتغنين اغنيه الا تغنين اغني اغني لك يلا كيف اي شيء اي شيء شو تحسين يا مطرب هي تحب اكثر شيء كاظم ماكو غير اكيد كاظم الله اتوقع هيعتزل كاظم من وراك اليوم غني سمعي انسى العالم كله وانت بين احضاني انت الدنيا جميله انت بعالم ثاني عالم كله محبة نورته بحناني انسى العالم كله وانت بين احضاني خلي كاظم اعتزل وحده صدق تحكين خلي اوقف يمك هنا هسه الك اوقفي شو اسمك؟ زهراء 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 اذا طلب منك اخوك انت ما متزوجه؟ لا ما متزوجه اذا طلب منك اخوك تغني له أغنية ويقول لك كاني ضايج غني لي أطربيني تغني له صوتي ما حلو ما أعرف غني له إي طبعا أغني له غني لي غني له عوف المايك ألزم المايك ولا يهمني تفضلي غني يلا شغلني أي أغنية طين مجال لك يلا فكري سمعني لك يلا زين تختار الأغنية يا مطرب تحبين أنت حسام حسام الرسام آه لا لا قيس هشام قيس هشام أي. غني قيس هشام غني سعد الحلمي مو مغني اوكي يلا احبه اكثر من الروح احبك بغياب اظل مجروح بغياب اظل مجروح حبيبي مني دير شكرا طين المايك حطين ترى ماكو هيجي يعني المطربين راح يموتون وجوز يعتزلون وجوز الله اعلم ايش راح يصير بيهم خلينا نشوف هنا شو اسمك خلينا نشوف زينب هسه تعال زينب زنوبه انت اذا طلب من عندك اخوك اي تغنين اي غني له بس زاد يعني محلي يعني نجرب نجرب يلا انت اختك بدعت يا مطرب تحبين كلهم كلهم محافظتها ايوه اغني يلا بسرعة 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 وقت يلا حزام الرسام شلون نسيت حضر خدك بسرعة جت البوسة مثل هبة هاي البوسة غدارة تريد تروح عالشفة شو اسوي وانا شعلية هي البوسة لوتية يا راجل بيعملوا ايه انت شلونك منيح أردك تقمز لي هسه أنت الختام عطتك الميلادية وتروحون قمز ما عاد تخسرون حرامات كلهم سووا اللي يريدوه بس أنت بقيت يلا كذا قمز تقمز 20 مرة لا هواية أخي 20 10 مرات يلا بسرعة يلا واحد يلا واحد اثنين ابدي هلا إي باوع باع الكرش باع خشمه انفتح هلا شنو هاي باوع من دولة حد أفر طين الهدية طين الهدية وهاي الهدية مقدمة من جمعية الداود الاستهلاكية للبيع بالتقسيط تفضل هاي الهدية طبعا ليش المفروض اختي تفضلي شو تحب تقولي قناة سامرة الفضائية والله قناة جدا مميزة وافكارها حلوة وجديدة وان شاء الله اتمنى لها التألق والاستمرار شو تقولين قولي اتمنى لهم التوفيق والسعادة بعد لا تغنين لا ابد لا تفكرين تغنين ابد بعد لا تغنين ابد ولا تفكرين احد يقول لك تغني يقول لا انا اسفة شنو التوبة 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 شنو بعد ما غني شكرا لكم مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين لكم بفقرة ميل وفي ميل تشوفون الأجواء كلش حلوة يا عوائلنا العراقية ويا
شبابنا اكيد طبعا تعبنا، علي تعب وسلمان تعب وايمن تعب، وعندنا اليوم اجى واحد ويانا ضحكتني حسين ابو ويانا. شلونك؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. وشكم ماشي؟ شو اسمك؟ عثمان. عثمان؟ عثمان عبد علي. حياك الله. الاسم؟ نور. علي. يما شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله الله يسلمك. يا بشون؟ يا هلا ومرحبا. يا وسهلا بخير. ما بيك سكر؟ لا لا الحمد لله. ضغط؟ لا ما بيك. قلب؟ شكرا. اللهم صل على محمد، لا سكر ولا ضغط ولا قلب. الله يعطيك صحة وعافية. مو عراقي. يقول أنا مو عراقي، ما شاء الله العراقيين كلهم سكر، ضغط، قلب. راح أجيب له شربت. نبدي؟ نبدي. أنت متزوج؟ لا. تحب؟ لا. مرتبط؟ لا. تغني؟ تقدر تقول ايش؟ تقدر اغني؟ تقدر تغني؟ اقدر اغني. غني لي بالله اغنيه خلينا نسمع صوتك. يا سيفوني يا خاتشو ابراتي سكفراتشو نيسو ايمو كال ايماتشي بوس بنير فراش راسكاج بشموف ما يجزني وداش فوز موجه شتو تسكالا منيتك فراش ادفي شاي فوز موجه شتو تسكالا منيتك فراش ادفي شاي. نو كاكتاتك انا تتغني انت راح من والدك شو اغنيتك تعرف فهمتك قاعد اسولف لو قاعد تغني دا غنى اغنيه لغه روسيه احكي اقول لك ما شاء الله اللي قدامك روسيين باحهم بس الحماوه كلش فول عندك لا تحمل لا تحمل غني لي عربي عربي ايه يلا عوف هل عندك شك انك احلى واجمل امراه في الدنيا هل عندك شك انك أحلى أخت في الدنيا لا تغني أوكي لا تفكر تغني أسألك السؤال هو يا حسين أوكي. ماشي؟ إذا طلبت منك أختك لأن أنت ما متزوج وقالت لك إذا تحبني ألعب شناو تلعب؟ ألعب تفضل انزل كم مرة؟ 50 يلا هو التصور الله واحلة باوع باوع عمي على كيفك اي واحد اثنين شنو واحد استمر 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 قوم عمي قوم داشق وياك والله والله داشق وياك قوم كيف والله داشق قوم تعال ونبدي نلعب قبضه دي نلعب قبضه اوقف تعال بعدنا هنا تعال خلاص تخلي تعال اوقف صفي تعال هنا شلونك الحمد لله شفت اخوك شو سوى نعم اذا كله من اجلها من شفتي قد ما يحبك اخوك اخوك يطلب من عندك تغنين الاغنيه اخوك يطلب من عندك تغنين الاغنيه صوتي مو حلو اخوك طلب اخوك شو سوى باعي مزق روحه غنى بالفرنسي غنى بالايطالي غنى روسي يلا تغني العراقي طبعا كل اغاني نسيتها خل واحد يغششني يا مطرب تحبين؟ عراقيين؟ ايه كاظم كاظم عربي؟ عربي هاني شاكر حافظ اغنية لهاني؟ لا ما حافظة لا حافظ اغنية لمحمد؟ الكاظم؟ كاظم كل اغاني راحن نفسك شو محافظة؟ كلهم طارة هذا التعب اللي تعبه راح تخسرون لازم تغني له شيء الكاميرا تفضل غني من الزعالة جرب 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 يلا جرب جرب يلا ما يخالف يلا يلا اختي يلا 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 ها حبيبي الخاطري لا تأذي نفسك من الزعالة الله باع عمي باع الاحساس تعال يمي تعال تعال لك هاي شنو تعال تعال هاش بس وقف بس وقف اهدى اهدى لك اهدى باو على الكاميرا باو شو اسمك انت علي تعرف تلعب شنو 10 اقدر اسوي 10 اي عمي سوي لي 5 اي 5 اريد يلا انزل عليك انزل 1 اي 2 3 4 انزل عليك 5 لك تقوم عيني قوم تنكسر قوم دق الجرس قوم لك دق الجرس والله دق الجرس والنبي دق الجرس صفقوله عمي صفقوله طيني هديه طيني هديه تعال
هاي الهدية مقدمة من جمعية الداوود الاستهلاكية للبيع بالتقسيط. خمضة وجناكم خمضة جد. أذيتني. أذيتك حبيبي أنا آسف. تفضل. رحم الله والديك. تفضل أختي. يما هاي الهدية ليش تاخذيها للبيت؟ خليها بالمطبخ. إن شاء الله. ليش؟ عرف. ألي شكر رحمة. تطبخين هم تطبخي. ألي شكر. شو تسوي؟ ألي شكر. تعال يمي أنت الأخير. تعال. تعال. حجي. حغني لك أغنية. وتقول لي منو غنى هاي الأغنية. ماشي؟ ايه صار صار؟ صار. سامع الاغاني القديمة؟ ايه سامع. سامعها؟ إيه. من يغني؟ يا يما ثار هواي سلوائل بدنياي بالكاس اشوف ينوح. من يغني الاغنية؟ سالي جابر؟ لا وحيدة خدي وحيدة لا عفيف اسكندر. اه صح لو انا غلطان؟ لا لا صح يجوز. عفيف اسكندر لو لا؟ عفيف اسكندر. زين. حافظ اغنيه قديمه؟ لا لا ما حافظ. ابد؟ ابد ولا. انت مو تقول ما بيها لا سكر ولا قلب ولا ضغط؟ اي. تلعب شنو؟ لا ما اقدر العب شنو. بس لا سكر ولا قلب ولا ضغط؟ لا الحمد لله. زين. شنو تحب تقول قناه سامره الفضائيه؟ قناه سامره نشكرهم على الاستضافه هاي الحلوه الجميله. وسعدتنا وسعدت الجمهور ويانا. يعني. اكيد اكيد. إيه؟ أكيد. يعني تعال يمي تعال. شكرا حجي تعال. تعال. خوما ما ضجت؟ لا علي ما ضجت. اكيد اكيد. شو اسمك انت؟ علي. علي بس تعال ها قدرتك شيء زينه يا اخي زينه 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 ايش فيك زينها؟ زينها تعال. تعال وين تعال يمي؟ شو تحب تقول قناه سامره الفضائيه؟ اتمنى لكل العراقيين وليس فقط قناه سامره النجاح بكل شيء واهم شيء الصحه والعافيه. إيه؟ وان شاء الله يحفظ بلدنا العزيز. بس نصيحه من عندي لا تغني بعد. اوكي. بس فلوس اقدر اغني. غنيت روسك؟ تقدر تقول ليش؟ اكو هناك يبيعون مي بارد. خل اروح اجيب لنا مي. روح جيب لي مي الي وتعال اركض. رحم الله. روح اركض انا اريد مي. روح اركض جيب لي مي اركض. روح على تعال. لك تعال. لك جيب لي مي منك اركض اركض اركض. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم الى اخر فقره وهي فقره قرار نار. نشوف الاجواء كلش حلوه اكيد احنا نشاقه ونتونس ويا عوائلنا العراقيه وكل العوائل العراقيه يفوزون ويانا وكل الشباب يفوزون ويانا وابقوا ويانا. مشاهدينا الكرام وصلنا لكم مثل ما تعرفون الى اخر فقره وهي فقره قرار نار. شلون تشمون؟ الحمد لله الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. سامع الطرب العراقي القديم؟ اي نعم سامعته. تحبيه؟ اي نعم احبه. يعني صوتك حلو؟ يعني نوعا ما. نوعا ما؟ اي ارجع لك. اي اغني انا وياك. ان شاء الله. شلونك عزيزي؟ الله يحفظك ويبارك. شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله مشكلة. صحتك زينه؟ الحمد لله. بالرياضه شلونك؟ والله من هذه هسه هبط عندي ضغط، من هذه سكه الموت. بيك ضغط؟ هسه هبط عندي ضغط. شلون شغله هاي؟ اعطيك مي؟ اكو مي بس يكون شويه بثلج يعني لانه المي تريد مي بارد؟ مي بارد. اعطيني مي بارد، خليني اشرب مي بارد شويه، شوي باوع 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 باوع. تعال اعطيني المي. جيب المي اشرب مي. والله اي والله. شلون اختي؟ هلا مرحبا. شلون صحتك؟ الحمد لله. صوتك حلو؟ الحمد لله زين. صوتك حلو الحمد لله زين. يعني اكيد. لا مو معلق. مو هو السؤال باع بيه تضحيه. لو زوجك يضحي لو انت تضحين؟ خليه هو يضحي. هو راح يضحي لك لاني احبك وانت تضحي لي لان شنو؟ احبه طبعا. لازم شنو؟ اضحي له. واحد يضحي شنو؟ واحد يضحي الثاني. انت عندك اعتراض هي تغني؟ كيف؟ انت عند انت عندك اعتراض؟ بس نجرب بجوز المطربين يموتون يعني. صوته فاول. صدق؟ ما كان خليته تغني بس صوته فاول. نسمع اول شيء السؤال الفقرة. الفقرة 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 يا حق الفقرة. قررت الحكومة منع السبح يوميا والذهاب إلى المسبح. ما تسبح بالحمام مالتكم. تروحين المسبح يوميا تروح؟ لا لا لا. شو تقولين؟ طبعا لا. ليش؟ يعني واحد ما عنده شغل وعمل يروح للمسبح يوميا. الحكومة قررت ما تسبحين بالبيت تروحين للمسبح. ها يعني قرار؟ هي أكيد أروح. تروحين للمسبح؟ وعت عمي وأنت تروح للمسبح؟ لا روح نصير بالمعارضة أحسن. وين؟ روح المعارضة أحسن. صير معارضة. هي ضد الحكومة. ها. و... صير معارض. معارض معارض. معارض. نعم. تروحين للمسبح؟ لا ما أروح. ليش؟ شي فديني للمسبح. عيد يا أمجادك. لا. زين ماشي. نسمع صوتك حجية؟ شو تريد أغني لك؟ شو تريد أي مطربة قديمة أنت تحبين تغنيها تدندنيها تحبين صوتك؟ مال عندي أغنية مع
مال مقام مال مقام مقام شاركنا معسكر وجماعي غنينا يلا اسمعي يا زارع البذر نقوش ازرع لينا حنة 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 ناسيتها ناسيتها اي والله ورطتينا تفضل نو انزل طع زينة لا سبعة بالنص عشرة عشرة لا تفضل خمسة مو لا تلع عشرة بالنص انا اياك انزل عشرة بجازة راح تخسرون انزل يلا انزل يلا واحد واحد اثنين ثلاثة عافية تمتع بالحياة جراندايزر اضرب كاسح يلا ايه استمتع اشنو هاي صدق هسه تغني لنا هي لا اذا ما راح تغني راح تخسرون تعال اقعد تعال تعال سمعي لنا صوتك ما اقدر اغني مقطع صغير باوع تخسرون لو تغني لا مو ماكو احسن تعرف ليش تعرف ليش صوتها فاول انا مو اسال مجرب اسال مجرب زوجك يقول ايش غني لي ما اقدر مقطع صغير ابد ابد قلدي لي شكل سمايل شايفه سمايل هاي شيء الدنيا سمايلات ضحكك تقلدين تفتح ما اي شيء المهم يا ايوه كده مديه سوي لي اياها يلا يلا شو 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 اسوي لك ايوه كده مديه يلا سوي لي يا دام شو يلا 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 قعدنا وقت شو اسوي ايوه كده مديه ايوه كده يلا واحد اثنين يلا حتفوزون واحد اثنين ثلاثة ايوه كده يا ودي سمعنا صوتك الستة ايه بس يعني اخاف احد يزعلها بعدين لا ان شاء الله يلا 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 يا اغلى اصدقاء لا مو اخاف احد صوتك يا اغلى اصدقائي ويا احلى البنات تبقين انت وحدي دون المعجبات تبقين انت وحدي دون المعجبات كمل كمل لا مو كمل يلا يلا كمل مو غششني مو نسيتها شو اسوي لك غششني عيد غير اغنيه يلا حتى اذا ما تغني الاغنيه كامله من الاميره الاولى والاخيره تبقين الاميره الاولى والاخيره جيبوا له فت فلافل حتى اعطيه هديه تعال تعال ايمن تعال تعال ايمن تدخل ادخل ايمن ادخل 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 هاي الهديه مقدمه من جمعيه الداوود استهلاك بالتقسيط طبعا هاي تروح تحط القسط مالتها العمر والابو يزن انت تحط القسط وين وين ها وين انت القسط المن الجمعيه أنا ساعة نغني وهاي بعدين ندفع أقساط وينك قصة دي بيها شغلة إذا بيها قصة دي شو حابة تقول قناة سمرة الفضائية والله أحب يعني أهنيهم على هذه المبادرة الجميلة ويا ربي الموفقية ويعني التوفيق بعملهم يعني مبادرة كلش حلوة صراحة الله هذه العراق افتقر لهيجي برنامج حلو ومثل ما تعرف احنا العراقيين نعاني يعني عانينا ما عانينا فلازم احنا شوية نغير الجو نطلع من هذا الاجواء اللي عشناها التفجيرات والقتل وما اعرف ايش والى اخره فنسال الله سبحانه عز وجل انه يمن الامن والامان الى شعبنا ويا رب تنتهي هذه امين يا رب الفتنه ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا قصه حياتك حافظها لا ما حافظ قصة حياتك لا لا ما حافظها هسه اذا اقوم واشمرك على سكه الموت احد يقول لي ليش اذا بيدك هي اوكي بس ما تقول لي وعدك اصعد ما اقدر اصعد يا اخي الله يسعد زوجتك عليك هو سؤال واحد سالتني لك يا سؤال عمي انت عندك 10 ما سالتني انا هنا شو تحب تقول قناه سمره فضائيه عندك ثانيه 3 ثواني والله هي مبادره حلوه يعني وحلوه ولطيفه انه هون انسان بهيجي اجواء هم مناسبه وهم يتونس وهم مو شرط الهديه وانما واحد يعني فد شيء حلو شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا قناة سامرة شو حبي تقولين قناة سامرة فضائية أتمنى لكم الموفقية وإن شاء الله قناة ناجحة والله يوفقكم وشكرا على هالبرنامج الحلو هذا شكرا لك الله يسلمك
مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم من برنامج يرهم. كلش شفنا الاجواء كلش حلوه ويا عوانا العراقيه ويا شبابنا. تونسنا اليوم بالبرنامج اكيد اللي تعبوا وياي اليوم الابطال اللي اليوم طلعوا وياي من الظهر لحد الساعه 9 ليلا. شكرا للمصور اللي تعب وياي اليوم علي حسين والمصور سلمان الطايب ومساعد المصور ايمن المشهداني. وهدانا مقدمه من جمعيه الداودي الاستهلاكيه للبيع بالتقسيط. وانا وياكم